طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة البيتكوين برمز البي تي سي برانك واحد بسعر 29000 ألف تقريبا و200 دولار بط... من شوي المهم ماركت كاب تقريبا 567 مليار تقريبا فوليوم يومي 16 مليار صعود في الفوليوم بنسبة 14% وبوط العملة تقريبا من قصر فصل يعني شيء لا يذكر أه طبعا تابعونا على قناه التليجرام نحط اخبار اول بأول للناس اللي تتابعنا اول مره طبعا هذه صفقاتنا في خدمه اداره الحساب يعني عندنا شخص ما شاء الله ربح ثلاثين الف دولار في صفقه واحده واحد ثاني ربح تقريبا سبعة وايضا عندنا حوت من الحيتان ربح يانا اربعة الف دولار من خلال صفقه واحده طبعا اللي حاب ينضم لنا في خدمه اداره الحساب يا مرحبا به، طبعا نحط اخبار اول باول ومرات اخبار ان انت حتى اذا دخلت منها ممكن تحصل ربح او عائد جدا جميل. طبعا هذا تحليلنا لعمله البيتكوين مبدئيا. العمله تمشي بترند هابط الحين. مبدئيا انا نظرتي تقريبا للسوق زين ان العمله يعني مع انه كنت انا حاط صفقه وتاخرت شوي فيها بس افضل مكان للدخول هذا يعني حتى ل... عندي الشباب في خدمه اداره الحساب طبعا معطيهم الصفقه هاي اللي هي دخول البيتكوين على سعر 28986 طبعا هذه صفقتنا هني في البيتكوين طبعا دخلنا حطينا الاوردر متاخرين كان البيتكوين يمكن واصل على ال الـ 29 و100 لكن انا مثبت اللي هو اعوذ بالله من الشيطان مثبت الاوردر ما استبعد ان نشوف هبوط من البيتكوين يلمس ويرجع ما انا ما استبعد فعشان كذي مثبت الاوردر حلوين حلوين طبعا ليش البيتكوين بعد الصعود هذا ارتد ارتد لان المتوسط الاسي 50 احتك فيه فايضا الكل يعرف ان المتوسط الاسي 50 من المتوسطات اللي ما تعتبر جدا قويه لكن تعتبر من المقاومات او الدعوم يعني في بعض الاحيان وايضا في هذه المنطقه توجد دعوم ضعيفه تقريبا بنقول ما بنقول قويه مقاومات عفوا في مقاومات على هذا السعر هذا احد الاسباب ايضا اللي ادى الى هبوط البيتكوين او ارتداده من هذه المنطقه طبعا شكل ايجابي مبدئيا شفنا تقاطع في الار اي هذا مؤشر ايجابي مبدئيا اذا اقتربوا المتوسط الاسي 50 وال 200 بيكون في تقاطع بعد هذا مؤشر ايجابي للمتوسطات طبعا وضع مبدئيا انا اشوفه ايجابي حلوين نحتاج اغلاق اعلى 29 و 600 طبعا هذا تارجت 1 للصفقه هذه زين اذا اغلق اعلى ال 29 و 600 راح يرجع ممكن يمشي بترند عرضي اللي هو فوق الترند هذا ادنى الترند هذا اللي تشوفونه بيمشي ادنى حلو حلو بعدين بيحاول يختبر منطقة اللي هي 30300 مبدئيا منطقة 30300 من المناطق جدا جدا مهم اختراقها لأن اختراقها بنقول بيرجع على الترند وبيحاول مرة ثانية يرجع يصعد أنا بالنسبة لي المنطقة صارت هشة هذه المنطقة صارت هشة اللي هي منطقة اللي اللي من كثر الدق يعني كم مرة ضرب يعني نقدر نقول واحد اثنين حتى هاي يعني حتى نقدر نحسب هاي اللي بعد نقدر نحسبهم واحد اثنين ثلاث أربع خمس خمس مرات يفشل يفشل لأن في يعني مقاومة وغير هذا في أوامر بيع كثيرة فأتوقع الحين أوامر البيع قلت لكن نحتاج زخم نحتاج سيولة عشان نشوف كسر لهذا كله مبدئيا أنا صفقتي لين هنا يعني في حال شفت أن البيتكوين كمل في الصعود يعني بعد ما تجاوز هذا وكمل للأعلى ممكن حتى ما نسكر ممكن نكمل ونشوف البيتكوين شو يسوي مبدئيا يعني انا كفكره الحين راح ارفع الستوب لوز في حال لمسنا يعني اذا في حال دخل الصفقه من زين أه طبعا مجرد ما يلمس الهدف هذا راح نحط ستوب لوز على الدخول حلوين حلوين بعدين بننتظر في حال ان شفنا إنه كمل صعد للهدف الثاني شو بنسوي نحط ستوب لوز على الهدف الاول وكذي ونكمل عقب لين هني طبعا اذا ما قدر مثلا دخل هني او لمس وحاول مره مرتين وثلاث يعني نفس اللي صار هني زين وفشل انه يدخل في المنطقه هذه طبعا بيرجع ينزل ممكن حتى ينزل الى ليش انا اقول نحط وقف خساره انه ممكن ينزل بيتكوين الى منطقه 27000 ممكن نشوفها في منطقه 27000 ابدا يعني ما نستبعد هذا الشيء تقريبا بيكون في هذه المناطق تقريبا ما استبعد ان بشوف في 27000 تقريبا في حال ما حافظ على الدعم هذا وهذا الدعم يعتبر من اقوى الدعوم اذا ما حافظ على هذا المستوى بيروح على اللي هو تقريبا 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 ال 25000 بنقول من ال 25000 ولغايه ال 24 و600 تقريبا 700 من ايوه من تقريبا هل هل تقريبا اذا نزل ادنى ال 24 600 انا بالنسبه لي هذا السيناريو سلبي وممكن نشوف سيناريوهات سلبيه جدا يعني عادي نشوف يرجع الى ما قبل يعني بيرجع حتى الى 20000 ما استبعد في حال انه ما قدر يحافظ البيتكوين على منطقه اللي هي 27 بالنسبه لي 27 تصحيح مثالي بيكون في حال ما حافظ على هذه المنطقه يعني انا ذيك حطيت لكم متى يكون السيناريو سلبي ومتى يكون ايجابي طبعا اذا ما حافظ اخترق وقدر يحافظ على هالمناطق فالسيناريو سلبي وبيكسر للاسفل ف... وطبعا هذا بيكون افضل سيناريو تصحيحي انه يعني عشان يكون في انفجار بعده طبعا انتم بتقولون ليش كيف يعني طبعا الجديد في المجال انا اريد افهمك شيء يعني بس فكره هني بحطيها دايما ما يستوي شي في شيء يصعد بهذا الشكل لازم يعطيك نزول كذي عقب يرجع يكمل لازم ممكن شيء يرجع يكمل انت فهمت علي يا الشخص الجديد او الشخص اللي ما يفهم التحليل لازم يكون في نزول كذي عشان يكون الشكل سليم مثلا عقب يكمل ما يصير بس صعود 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 ما في صعود صعود اذا كان صعود صعود يعني مثلا مثلا هذا 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 نوع زين واللي اذا جتك شمعه شي طويله اعرف ان بتيك شمعه طويله ثانيه كذي هبوط هذا يعني اعرف ان الصعود القوي للاعلى اعرف انه في هبوط قوي للادنى طبعا اللي حاب يستفسر عن خدمه اداره الحساب يا مرحبا به انتم شفتوا ما شاء الله الارباح كيف يعني ارباح جدا جميله في خدمه اداره الحساب طبعا تابعونا على قناه تليجرام رابط التواصل ادنى الفيديو كذي خلصنا يعطيكم يعطيكم العافيه موفقين خير